السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد في وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله نقدم لكم الكيكة ديال التفاح بمقادير بسيطة وبمذاق رائع. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. نحتاج في المقادير 3 البيضات، كاس لاروب ديال الزيت، كاس لاروب ديال السكر سنيدة، جوج كيسان ديال الدقيق الابيض، من احسن يكون ديال خاص بالحلويات، وثلاثة صاشيات على وزن 7 غرام ديال خميرة الحلوى، وياغورت من احسن يكون ديال الخوخ، كيعطي واحد المذاق زوين في هاد الكيكة هادي، كيعطي واحد النكهة زوينة مع المذاق ديال التفاح، من احسن يكون ديال الخوخ. وهنا كيف ما كتلاحظوا خديت هذا الكاس ديال الطراب اللي غادي نضيف فيها المكونات، جميع المكونات، وغادي نطربهم. كيف ما كتلاحظوا هنا ضفت 3 البيضات، ومن بعد غادي نضيفوا السكر سنيده، وغادي نضيفوا كاس ديال الزيت، وغادي نطربوا هذا العناصر مزيان. يعني هالطريقه كتكون سريعه، بسرعه كتحضري العجينه ديال الكيكه. كيف ما كتلاحظوا هنا ضفت كاس لاروب ديال السكر سنيده، او لا تقدروا ديروا كاس على حسب الذوق. وهنا غادي نضيف شويه الملح اللي ضروري كنديروها في الكيكه. صافي دابا غادي نطربهم مزيان، ومن بعد غادي نضيف كاس ديال الزيت وياغورت بنكهه الخوخ. كيف ما قلت لكم من احسن ديروه بنكهه الخوخ، وإلا ما كان ما بغيتوش ديروا هذه الطريقه تقدروا تخدموا غير بالطراب اليدوي. صافي هنا غنطلع شويه البيض، نطربوا شويه مع السكر سنيده، ومن بعد غادي نضيف الزيت والباقي المقادير. صافي هنايا ضفت كاس ديال الزيت، وغادي نضيف ياغورت بنكهه الخوخ. صافي غنطربوا هاد العناصر، ومن بعد غادي نزيد الدقيق. صافي من بعد ما طربت العناصر مزيان، هنا غادي نضيفوا هاد الخليط هذا في هاد البول هذا، ومن بعد غادي نضيفوا عليه الدقيق تدريجيا. هو مغربل، اكيد يكون مغربل. كيف ما كتلاحظوا ها هو الخليط كيكون على هاد الشكل. صافي دابا بديت كنضيف الدقيق، نغربلوه اكيد، ومع 3 الخمارات ديال الحلوى على وزن 7 غرام. صافي ونخلطوا هاد العناصر. هذا هو الشكل الخليط اللي حصلنا عليه، هو كيكون على هاد الشكل، كيكون خفيف ماشي ثقيل. صافي هنا خديت هاد المول، دهنته بشويه زبده وشويه دقيق، رشيت شويه دقيق، وغادا نضيف عليه هاد الخليط اللي حضرنا. صافي كنحاول نقادو بهذه الطريقه باش ما تجيش جهه طالعه وجهه هابطه. وهنا عندي قطع ديال التفاح قطعته من هذا الشكل. دابا غادي نبدا نستفو فوق الخليط ديال الكيك. صافي نبقاو بهذه الطريقه هذه حتى نكملو. المهم طريقه التزيين كيبقى اختياريه، كيف ما بغيتوا توضعوا التفاح وضعوه.
بعد ما كملت الوضع ديال التفاح على العجينه ديال الكيك غادي ندخلها الفران وهو بارد. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما طابت، خليتها تقريبا 30 دقيقه. وتقدروا تسقيوها بشي سيرو يعني ديال الليمون ولا غير الماء والسكر، المهم كيبقى اختياري. انا هنا ما سقيتهاش، خليتها كيف ما هي. صافي، غير دهنتها بشويه الكونفيتور او لا تقدروا تدهنوها غير بالناباج، يعني غير بالشرط داك لابريونس من فوق. قلت لكم بغيتوا تسقيوها ما بغيتوش، يعني كتجي في كل حالتي كيجيو بجوجهم كيجيو زوينين، حتى مسقيه كتجي زوينه، يعني كيبقى لكم الاختيار. هنا غنقطع لكم طرف باش تشوفوا كيف كتجي من الداخل. انتم لاحظوا كيف كتجي هشيشه بزاف ورطبه، وكتجي خفيفه في نفس الوقت، كتجي لذيذه بزاف. يعني هادو من الكيكات المفضلات اللي عندي. الفيديو ديالي وصل نهايه ديالته، نتمنى ينال اعجابكم، والى اللقاء الفيديو جديد ان شاء الله.